لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة نهاوند للإنتاج الفني. تبدو جذابا بطريقة ملفتة. أخبرني ماذا تفعل هنا؟ لن يتكلم. ما رأيكم أن نبحث نحن عن إيضاح؟ يا لها من خطة، لكن ما رأيكم بها؟ شو هذا؟ شايف انت تنتن قطعه؟ لا والله رد رجع عيون. هل شو متحركي بحب بلاش؟ لأن الواحد كل ما ينضرب برجع زي ما كان. مين؟ شوف مين على الباب يا بلا رد عليكي. حاضر. مين هذا؟ ابو العريف. خليه يتفضل يا باه. اهلا وسهلا فوت ابو العريف. يزيد فضلك يزيد فضلك. والله شفت حالي فاضي، قلت اجي ازور حبيبي وخيي ابو احمد. اهلا وسهلا ابو العريف. تفضل والله الدار دارك. الله. كيف شغلك اليوم؟ طمنا عن اخبارك. والله يا ابو احمد صار لي اسبوع قاعد، لا شغلي ولا عملي. خير يا لطيف، ليش صار؟ والله يا ابو احمد المعلم اللي كنت اشتغل عنده طهاني، اخذني لحيم رماني عظيم. اخذك عظيم ورماك لحيم؟ ليش سبب؟ ما انت طول عمرك معدم، بس صدقني انه عيب على الحكي هذي عمله معاك. انت بتفكرني طول عمري هيك؟ انا كنت احمل 100 كيلو في الزمانات بصبع واحد. لا ما هو باين، شو بتعمل اليوم؟ والله زي ما انت شايف يا ابو احمد، يا مهان بقعد يا مهان، مش متعود على القعده، مش متعود. مش متعود على قعدين؟ طول عمري بعدك كنت قاعد، عمري ما شفتك واقف. ايه تمزح بتمزح يا ابو احمد، هاي بنتك ما شاء الله عنها. اسي اسي قخيه ما شاء الله، انقخ امه ما شاء الله عمه. سمعت اخر خبر يا ابو العريف؟ لا والله ما سمعت. خير ان شاء الله. هذا يا سيدي زنب فاروق، شايف؟ قال ايش؟ قال بده يطلق مرت بابنه من كان صار له 5 سنين مش مخلفه. لا 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 يا عيب الشوم عليهم، والله هذول ما بيستهوا على دمهم ولا بيقدروا. اهلين عمه انقخ. يا زلمه وش هالمصيبه؟ المصيبه هذا فاروق بعد ما تزوج بثمان سنين لا خلف، وتقول له مسكينه لمرت ابنه، وبقول له قال الشجره اللي بتسمرش حلقت عراسه. قوم قوم يا ابو الفنجان ولا يرد عليك. اه يا ابو احمد ما انا عارف شو اقول لك. قاعد بدور على وظيفه حارس ليلي في الليل يعني، لانه بصراحه هذه الشغله الوحيده اللي بتضبط معي، لاني بنامش. ليش ما بتعرف تنام يا ابو؟ ايه قال ليش؟ قال لاني بظني نايم لبعد الظهر، لا شغلي ولا عملي. يا سيد الله بعين، الا ما تلاقي شغل بفرجها الله. المهم هالقيد بدي اسالك سؤال، بتعرف تلعب شده؟ لا والله يا ابو العريف ما بعرف العب شده، وفي وقت للشده؟ الصبحيات بنزل الساعه 6 وبرجع الساعه 4 اخر النهار، يا دوب اكل القمه والدنيا بتصير نص ليل. اسكت بدي اعلمك شده، لانه الشده احسن شيء للتسلايه. يا زلمه شو بدنا بالشده؟ ما هينا سهرانين. يا زلمه كيف بدنا نسهر هيك؟ لازم نلعب شده نستله. شو رايك؟ شو تتعلم؟ ولا يا سيدي ما بعرفش العب شده، يعني بجوز انت تدلك للصبحيات ما عرفش اتعلمها يا اخي، صعبه. انت حر، هات هات نحضرنا فيلمين، هات. قلتك انه سهرانين هيك، حط. حتى فيلم أبيض أسود يا زلمة. تفضل سبلاه يا أبو العريف. عاد ملحقين بدري على القهوة. إيه هذا الفيلم بستنى فيه صار لي سنين، هيني لقطته شكله من أوله. فيلم إيش إن شاء الله؟ هذا فيلم حربي حضرته من زمان، نفسي أحضره تاني مرة قد ما هو حلو. هي حطوه نحضر انا وانت. ايه هذا هلا بدا يا زلمه، وامتى ان شاء الله بده يخلص؟ هو مش طويل، هذا مش طويل، بيجي 3-4 ساعات. يا حبيبي الساعه هلا 9، يعني 4 ساعات بخلينا الساعه 12 او على الوحده. اصلا من كتر ما هو حلو مش راح تحس بالوقت، راح يمشي الوقت بسرعه. فيش عندك حبتين بدير؟ يا ابا مريم يا ابا الله يرجع عليك، روح جيب شويك بجر لعمك ابو العريف، السهر احلى وقت. أحمد أحمد
بأحمد بأحمد خير يا ستار يا حرامي. أنا حرامي وعنو بطيخ. قوم اتفرج على البطل كيف هو قاعد بطوخ على العصابة. اسمع ده ثلاث ساعة يا دم. لسه بدري بدري تخفيش. أبا أحمد فيش عندك حلو نتحلي؟ يا جماعة شوفوا لي حال قربت أنت من شغلي. صحيح هذا الزلمة ما بيستحي على حاله. يا حبيبي لما بيجي خلي البنت تحكي له إنك مش في الدار. صدقوني يا جماعة الخير عملته وصار يبعت حدا تاني ولما صرت أطلع أشوف مين ألاقي ولدي. يا ابن الناس يا ابن الحلال لما بيجي بيسهر عندك قل له أنا زلمة بدي أنام تعيب وبدي أشتغل. يا زلمة بحكي له أنا مرتاح وبتصحيني 100 مرة. هديك اليوم تعرف شو عمل؟ خلانا سهرانين أنا قمت نمت. شايف انت الصبحيات انت كمان قاعد على الفيلم يا زلمه. واخرتها يعني شو الحل؟ الحل الوحيد اني ارحل من الحاره وخلي له اياها. بصراحه يا جماعه الخير انا عمال بفتش على دار. الله اكبر هذا هو الحل الوحيد ولا شو يعني ينطر من شغله؟ لا يا جماعه الخير لازم يكون في حل ثاني. هذا الزلمه ما بيستحيش ما في حل اللي عملته. هذا الزلمه ما بيستغلش انا شو اشتغلته وعملته. بس يا ابو احمد اذا رحلت على دار ثانيه بتحكي لنا وين سكنت؟ لا يا عمي ما بديش احكي لحدا الا ارد عليكم. لا لا يا ابو احمد وال احنا بتفكرنا زي ابو العريف؟ شو بعرفني برجع عنده في كم بطل يشتغل شو بتمنى انا؟ فال الله ولا فعلك يا ابو احمد. إيه؟ واحنا بنعرف وبنفهم انه الزياره لها اصول يا ابو احمد. والله يا سيدي ما في شيء اليوم مضمون. لا تلومه يا اخوي ابو العبد هو اللي شافه من ابو العريف اشي قليل. فعلا فعلا يا جماعه الخير اللي استحوا مات. شايف بمحل البت الجديد هيك بنكون خلصنا من ابو العريف وجيره ابو العريف واللي برجعنا ابو العريف. ريحت راسي يا ابا أنا دائماً بس سعادتي بالمصاري. شايف محل البيت الجديد هذا أحسن من بيتنا القديم. أهلين أهلين أبو أحمد والله اشتقت لك قلبت الدنيا عليك يا دمه. وين أنت وين أنت حبيبي حبيبي في بزر عندك؟ شو يا بالعريف كأنك بتسأل لك جال تروح تسهر عنده؟ في 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 سكن واحد محل ما أنت كنت ساكن تقع كهتة بعدين إيه بيجو بضحكش للرغيف السخن. فيش غير أنت والله العظيم ما في زيك يا أبو أحمد. يعني مشان هيك مفكر أروح عندكم في المريخ. في المريخ؟ والله ما هي سكنة هناك. أما إذا لقيت لك شقة جنب شقتك اللي بدك تاخدها احسب حسابي. حاضر يا سيدي إذا لقيت شقة بدي أخذ لك إياها جنبي بالمريخ. يا سيدي على كل الأحوال الليلة موعدنا باجي بسهر عندك. الدار وعرفتها إن دليت عليها ما تخافش علي أنا معلمها مزبوط. جهز حالك ها فستق مستق شغلات من هذه. يلا بعدين يا جماعة الخير شو أعمل وين أروح يعني أطير على المريخ؟ صحيح أبو العريف زادها كمان. هذا يا جماعة الخير مش حل. كل ما يعرف وين أنت ساكن أنت بدك تقوم ترحل لبيت تاني. أنا دخيل عليكم إذا عندك الحل الحاني فيه.
اسمع يا ابو احمد، الحل الوحيد انك تكسر اجره عن عتبه الدار. يا جماعه الخير انا بستحي، ما بعرف اطر حدا من داري. ولا يهمك يا ابو احمد، انا واخوك ابو ابراهيم راح نقوم بهاي المهمه. خلي الموضوع علينا، احنا الليله بنيجي بنسهر عندك وبصير خير. لو سألنا بس انا ما تدخلونيش. يا سيدي انت حط حالك على جنب وما تتدخل، انا واخوك ابو ابراهيم بنحلها بطريقتنا. يا سيدي اعمل اللي بدكن اياه، المهم انا مرتاح. هاي موعده، هلا بيجي بدق الباب. الليلة يا ابو احمد راح تكون احلى سهره لابو الغريف. اما شو سهره؟ شو سهره يا ابو احمد؟ وحياتك ما راح ينساها بحياته. جاي ذكرنا نتعامل. ايه كيف هلا ابو احمد؟ معلش انا تاخرت عليكم شكلي. ايه كنا عندك ضيوف. هلا ابو ابراهيم. هلا ابو العبيد. اهلين دارت البركه. والله ويا هلا ابو العريف، زمان هالامر ما بقى. والله اشتقنا لك يا ابو العريف. يلا حلو الليله السهره راح تحلى. وين البدر ابو احمد؟ ليش بتجيب البنت يا بان؟ يلا بنستنى. اما الليله في فيلم اذا بتحضروا معي مش راح تصدقوا، في جنن بجنن. فيلم ايش هذا؟ هذا فيلم اكشر، هذا للفيلم للش اسمه هذا الممثل الامريكي نام. جبت معي الشده عشان نلعب شده. هذا ابو احمد اهبل بيعرف ايش يلعب. يا زلمه احنا بدار مش بقهوه، واحنا بزياره والزياره غاره، ولا لا يا ابو العريف؟ شو قصدك بالزياره غاره؟ انا كل يوم بسهر انا واخي ابو احمد للصبح. لا حول ولا قوه الا بالله يا زلمه. ابو احمد زلمه بيشتغل، يعني لازم ينام بدري ويصحى بدري عشان يروح على شغله. ليش هو شكاك؟ شكيته يا سيدي، حكيت له. شوف ما تقدم، شوف شو دخلك انت بيني وبين اخي ابو احمد. قصد ابو ابراهيم انه الواحد من حقه يرتاح في داره. حلو والله، شايفني قاعد على بطنه؟ ما هيو مرتاح 24 قيرات. بدك المزبوط، الزلمة مش مرتاح منك وانت ما عندكاش احساس بالمرة. انت بتحكي لي؟ انت بتحكي لي فيش عندي احساس يا ابو كريش؟ وبتعرف كمان انه ما عندك لا ذوق ولا فهم ولا ادب. سامع يا ابو احمد؟ بهينه في بيتي، قصد ببيتك. والله أنا ما إلي خاص. وين الشاي يا مريم؟ خذ تاني، أجيب لي الشاي. يلا أنت وياه اطلع برا امشي. اسمع أبو العبد، بده طرنا ولا هي دارك الطرنا منها؟ بطردكن وبطرد أبو أحمد فوق منكن، فاهمين؟ لا يا سيدي، هيك زودتها، بدك تطرد من داري؟ اللي بدخل هيك ناس عداره بلزمش دار. أنت اللي زيك بفهمش بالحكي، مش أنت الليلة حكيت في فيلم لفان دام؟ حكيت باين له ساعة. لا يا سيدي، لا يا عمري، الفيلم قدموا عرضه ولحظات رح يبلش. منيح اللي ذكرتني، كان راح علينا الموعد. هات الرمانت خلينا نفتح التلفزيون. هات. لا يا حبيبي، أول إشي بدنا نفتح راسك عشان يحلو الفيلم.